السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. صباح الخير او مساء الخير، طبعا زي ما كنتوا بتتابعوني وزي ما يوصل لكم الفيديو فانا بصبح عليكم وبمسي عليكم على وصول الفيديو بتاعكم. النهارده بقى استخاره بالقران الكريم بتاريخ 26 يونيو. انا بذكر لكم التاريخ. يا رب السعاده والهنا والرزق والتفاؤل وكل ما هو جميل من اجل عيون برج الحمل. الفتره دي هنشوف ايه الاخبار عندك يا برج الحمل. الصوره اللي هتطلع لك هي الصوره بتاعتك اللي هتتفسر على حياتك وباذن الله تكون جميله. القراءه عامة ومفتوحة وتنطبق على راجل وعلى ست، على منفصلة وعلى عازبة وعلى متجوزة، تنطبق على الكل. وليكم حاجة معينة تاخدوها من الفيديو. فيلا بينا بقى كده من غير مقدمات كتير، انزلوا باللايك وبالتعليق الجميل. يلا وقفوا الفيديو وادعموني باللايك الحلو والتعليق الجميل اللي بتصلوا بيه على الحبيب، ونقول بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله ما شاء الله عليكم على صورتكم الجميلة، صورة النحل. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على حياتكم. طيب بسم الله ما شاء الله عليكم. دايما اقول ان انتوا زرعتوا خير وهتحصدوا خير. بسم الله ما شاء الله عليكم. يمكن الفترة دي عندكم اكتر من طريق، او في طريق انتوا حاليا ماشيين فيه، الطريق ده نهايته خير او في تحقيق الطريق اللي انتوا ماشيين فيه حاليا. فترة من الفترات كنتوا فيها تعب، فترة من الفترات كنتوا محبطين جدا او زعلانين، لكن هتلاقوا الدنيا بتتيسر معاكم واحدة واحدة، لان كنتوا حاسين ان في باب مقفول في وشكم. الطريق اللي انتوا بتدوروا فيه علشان يتفتح هيتفتح، وهتلاقوا فيه اكتر من انفراجة واحدة واحدة. ان الله مع الصابرين، لان في انفراجات هتخلي عينكم تدمع من الفرح. بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني عيونكم كده هتبقى جميلة. يعني بسم الله، انتوا ممكن تكونوا الفترة دي متشائمين شوية، او بتبصوا للحياة بشكل ان انتوا زعلانين من الدنيا قوي، زعلانين من اللي بيحصل حواليكم، لان انتوا كويسين جدا مع الناس اللي بتتعاملوا معاه. لكن ان الوقت دلوقتي ان انتوا بدأت اموركم تتيسر، بدأت اموركم تتحسن، بدأت الامور بتاعتكم بتتظبط، لان يعني خلاص انتوا خلوا بالكم، انتوا اللي بتجيبوا الزعل لنفسكم، لان انتوا لما بتستبشروا خير بتلاقوا خير، استبشرتوا شر بتلاقوا الشر، اللي بتفكروا فيه بيحصل، ففكروا في الفرح بس. المفتاح بتاعكم بين ايدكم، فبلاش تفكروا في الحاجة اللي بتزعلكم. انتوا مش عارفين تناموا الليل بسبب الكلام وبسبب النق اللي عليكم، اهدوا ودايما كونوا هاديين. في سحر عندكم او مش سحر، ممكن يكون حد اكل حقكم، حد ظلمكم، حد اكل حقكم، حد كسر بخاطركم، الله اعلم، حد حرفيا زعلكم قوي. في لقاء، خلوا بالكم اللقاء ده هيكون صدفة، مش في الترتيب، او ولا انتوا قاصدين ان الشخص ده يشوفكم ولا هو قاصد، بالفعل هيكون صدفة وهتتلاقوا مع بعض، هتشوفوا بعض، لكن انتوا هتكونوا يعني متفاجئين باللقاء ده، وهيكون كلامكم فيه توتر. اليومين الجايين دول هتقابلوا حد وكلامكم هيكون فيه توتر كده، لان فاجئكم باللقاء، او يعني ايه ده، يعني احنا ازاي، وهيبقى فيه شوية امور متلخبطة. في برج الميزان عندكم، برج الميزان بيحبكم جدا او عايز يقرب منكم، عايز يتكلم معاكم، الله اعلم، لكن برج الميزان يعني من الابراج اللي هو عايز يتواصل معاكم الفترة اللي جاية. طيب رغم ان في تفكير عندكم كتير، رغم ان في مكافأة،
او في حد هيقدر اللي انتوا بتعملوه، اذا كنتوا يعني انتوا حاليا ممكن تكونوا واقفين جنب حد، ففي حد عايز يتكلم معاكم، او انتوا بقالكم يعني فترة انتظار حاليا، ممكن تكونوا انتوا حاليا منتظرين بطاقة سفر، منتظرين شغل جديد، الله اعلم اللي انتوا منتظرينه، لكن الفترة دي هيبقى فيه شوية امور حلوة، لان انتوا قاعدين ومتحمسين جدا على اللي بيحصل حواليكم، او متحمسين جدا ان انتوا تحطوا نقط على حروف، تبدأوا السطر من البداية. في شوية رموز حلوة بتتفسر عليكم، بتدل ان انتوا في فترة انتظار، في فترة تغيير، في فترة طلعان من المكان اللي انتوا فيه. لكن دايما حذركم من واحدة ست، الست دي دايما بتبقى بتدور، بتنبش في حياتكم، ان هي تدور في حياتكم، ان هي تلوي دراعكم، ان هي تعرف عنكم اي خبر، اي كلمة، اي حاجة في حياتكم، فلازم تخلوا بالكم. بس لان انتوا زي ما قلت في فترة انتظار، والانتظار ده منتظرين حاجات كتيرة جدا، وفي نفس الوقت بعض منكم منتظر ظلم، يعني حقه يرجع له من ظلم، يعني شوف انتوا اتظلمتوا من ايه، فانتوا مستنين حقكم يرجع، لان حقكم ضاع، حقكم ضاع مع ناس انتوا سلمتوا لها امركم. يمكن الفترة اللي انتوا فيها حاليا، البعض منكم 90% البعض منكم حاليا منكم محتارين ياخدوا قرار مهم، والقرار ده حاطينه قدامكم وعمالين تدرسوا فيه كويس، تفكروا فيه كويس جدا علشان تعرفوا تاخدوه. لكن في فوضى حواليكم، في تفكير كتير، في سلم عايزين تطلعوه وخايفين، بتبصوا لبعدين، بتقولوا احنا لو طلعنا السلم ده يا هل ترى ايه اللي هيحصل، يا هل ترى حياتنا هتكون ماشية ازاي. وعشان كده دايما اقول لكم خلوا قراركم حاسم، خلوا قراركم بتفكير كويس، وده اللي انتوا بتتميزوا بيه الفترة دي، يعني انتوا بسم الله بدأتوا اموركم تتظبط، لاني عشتوا في فترة يأس، عشتوا في فترة حزن كبيرة وجرح، من يعني البعض منكم عاش مجروح من حد، يعني برج الجوزاء انتوا انجرحتوا منه، اتظلمتوا منه، الله اعلم، حد دخل حياتكم من برج الجوزاء، سرقكم، اكل حقكم، الله اعلم، قولولي في الكومنتات وشاركوني. في شوية لخبطة حصلت، لكن ربنا كريم، ما تقلقوش من حاجة، يمكن بس انتوا الفترة دي فترة رجوع لخبطة، لكن في الوقت المناسب هيكون في تغيير، وزي ما قلت يمكن في يعني مكالمة تليفون، مكالمة تليفون بينكم وبين حد، مكالمة التليفون دي هتبقى اتفاق، يعني هيتصل بيكم او انتوا هتتصلوا بيه، هيبقى في شراكة عمل، هو الموضوع ده هيبقى فيه امور عمل، فيه المكالمة اللي انتوا هتحصل دي. طيب في حاجة في ايدكم ماسكينها وعايزين تقفلوا عليها بيبان وتخبوها، والتفسير دايما بيكون ان حاجة في حياتكم خايفين عليها، قلقانين على الحاجة دي، قلقانين على بنتكم، على ابنكم، على اختكم، على جوزكم، الله اعلم، لكن في حد انتوا قلقانين عليه، والحد القلقانين عليه ده عايزين تداروه، مش عايزين حتى الشمس تشوفه، خايفين من اللي ممكن يحصل في يوم من الايام، او اللي يحصل في حياتكم بالنسبة للشخص ده. في حرب عندكم، في حرب، بتحاربوا ناس انتوا حاليا، او في منامات مزعجة، لكن انتوا في ثبات حق، عايزين تثبتوا حقكم في ايه، في كلام اتقال عليكم، فعايزين تثبتوا حقكم فيه. ايه الحاجة اللي انتوا حاليا بتفكروا فيها جدا علشان تثبتوا فيها حقكم؟
يعني في شوية أمور عايزين تثبتوا فيها حقكم، لأن في رزق حلو، والرزق اللي حلو ده دايما بتعرفوا رزقكم، بتحبوا تعرفوا رزقكم جاي منين، ما بتحبوش تقعدوا في البيت والرزق يجي يخبط عليكم، لأ انتوا بتحبوا تجيبوها من تحت الأرض، ما بتحبوش القعدة ولا النومة ولا الكلام الكتير، لكن انتوا حاسين بالغربة، يعني البعض منكم عايش في مع ناس حاسين بالغربة، مش حاسين حد بيطبطب عليكم، او انتوا في غربة وفعلا مش حاسين حد بيطبطب عليكم، علشان تفرق ما بين انتوا في غربة ومفيش حد جنبكم حنين، وتفرق ان انتوا بين ناس كتيرة جدا وبرضه مفيش حد حنين. فانتوا حاليا بتدوروا على الاستقرار، بتدوروا على الحب، بتدوروا على الطبطبة، بتدوروا حد يكون في ظهركم سند ليكم، لان انتوا تعرضتوا لكذبة كبيرة، والكذبة دي كانت عقبة في رجوعكم لورا بشكل كبير، وعشان كده في نصرتين عندكم، نصرتين حلوين، نصرة هتخليكم تجتهدوا اكتر وتفعلوا الحاجة اللي انتوا عايزينها، والنصرة التانية كانت وعد انتوا اخدينه، وعدتوا نفسكم، وعدتوا حد الله اعلم، لكن في وعد عندكم انتوا وعدتوه ان انتوا هتعملوا حاجات كتير هتحققوا الله اعلم. في شخص جريء، شخص كده جريء بيتكلم بجراءة، شخص متكبر، شخص هو يعني انتوا بتحبوه، الشخص ده هيجي لكم ويطلب منكم كلام، يطلب منكم سماح، يطلب منكم رجوع الله اعلم. الشخص ده هو جريء جدا، هيجي ويتكلم معاكم، وبعد ما هيتكلم معاكم انتوا هتحسوا ان هو فعلا يعني ندمان، فهتحاولوا ان انتوا تتكلموا معاه، هتحاولوا ان انتوا تفتحوا معاه مواضيع، يعني الدنيا هتبدأ تجري ما بينكم تاني، وممكن تسامحوا. طيب انتوا حاليا تعبانين في حاجة، في حاجة تعبانين فيها، شغالين عليها، بتفكروا فيها حاجة كبيرة، انتوا من الناس الطموحة جدا، كل يوم عن التاني بتحاولوا ان انتوا تفعلوا اكتر ما عندكم، يعني في شجرة زرعينها من فترة حان وقت تحصدوها، وعشان كده انتوا اول ناس هتبدأوا بحصد الشجرة دي اللي انتوا زرعتوها، وخلوا بالكم هيبقى في كشف حقيقة، كشف حاجة مستخبية في حياتكم او في حياة الناس اللي حواليكم، بس ما تزعلوش مني لان في قطع علاقة مع واحدة صاحبة، الصاحبة دي هتعرفوا ان هي كذابة فهتقطع علاقتكم بيها، وهتقولوا الست دي حسبنا الله ونعم الوكيل فيها، الست دي كذابة، الست دي خاينة، الست دي فيها، المهم ان انتوا هتقطع علاقتكم بيها لان هي مش كويسة. تفاؤل، في تفاؤل حلو قوي، تحقيق أمنية، تحقيق حلم، في أمور مختلفة حاليا انتوا بتفكروا فيها او بتلعبوا بيها الله أعلم. بالنسبة للناس المتجوزين، الناس المتجوزين في مشاكل بينهم، لكن في خلفة صالحة او في مولود جديد، الناس اللي مستنية مولود الله أعلم، لكن في مولود، الناس اللي مستنية زواج، في زواج عندكم وفي كلام على فرح، انتوا يمكن في عيون مراقباكم الفترة دي من حد، او الشخص ده شخص في حياتكم من فترة، يعني الشخص ده اللي عندكم عمال يراقب فيكم وعيونه راشقة في حياتكم، الشخص ده من زمان، يعني مش حد جديد دخل حياتكم فحسدكم، لا شخص هو طول الوقت بيراقبكم، اذا كان شريك، اذا كان حد كنتوا تعرفوه الله اعلم، لكن الشخص ده طول الوقت عمال يراقب فيكم، ومازال مش يعني الشخص ده فيه طاقة ندم، في طاقة حسرة عليكم، في طاقة حقد او غيرة، عايز يكلمكم لكن مفيش باب مفتوح، في امور مختلفة بينكم، انتوا اديتوا الشخص ده ظهركم، لكن هو مازال عمال يفكر فيكم، مازال مش سايبكم في حالكم، علشان تنجحوا لازم تفضلوا على الوضع اللي انتوا فيه،
تسمعوش كلام حد نهائيا، ما ترجعوش خطوة لورا. انتوا قربتوا توصلوا، يمكن الفترة دي فترة تفكير علشان خاطر في حصول على حاجة جديدة في حياتكم. طيب، كان في مشكلة بينكم والمشكلة دي كبرت فجأة بسبب حد قال كلمة او حد قال حاجة، فالمشكلة دي كبرت فجأة كده والدنيا اتشالت ما اتحطت. يعني ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي الكلمة اللي قالت او ايه الموضوع اللي اتفتح؟ الموضوع كبر وخرج عن السيطرة وانتوا اتضايقتوا جدا وحصلت حرب، حصلت زعل، الله اعلم. او يمكن حصلت حاجة انتوا عرضتكم لمبلغ مادي، دفعتوا مبلغ علشان الدنيا تمشي، او حد دفع لكم مبلغ، الله اعلم. لكن في كان من ورا الموضوع ده كلام على فلوس. وجعه الله جعل لكم من بيوتكم. طيب، في واحدة ست من قلب البيت اللي انتوا فيه دايما بتستخف بكلامكم، بتستخف بلبسكم، بتستخف كده بحياتكم بالكامل. والست دي كده انتوا بتقولوا لها انت بتعاملينا كده ليه؟ احنا عملنا معاكي ايه؟ ودايما في شد ما بينكم وما بينها. الست دي فعلا حطاكم في دماغها، لان دماغها فيها حاجات كتيرة جدا. فالاحسن ان انتوا تتجنبوا المجادلة معاها وتتجنبوا المشاكل معاها، لان انتوا هتتضايقوا وهتزعلوا ومش هتلاقوا اي نتيجة. بلاش تظلموا نفسكم مع الست دي، يعني الست دي حشرية وبتاعت مشاكل ومش حابة الخير لأي حد، فبلاش ان انتوا تتجادلوا معاها. في الاخر هتلاقوا انتوا اللي زعلانين، هتلاقوا نفسكم زعلتوا، هتلاقوا نفسكم اتصدمتوا في الناس اللي حواليكم. فالاحسن ان انتوا تكبروا دماغكم. يمكن الفترة دي انتوا ماشيين على صراط مستقيم، يمكن الفترة دي انتوا ماشيين زي الألف، ولا بتروح يمين شمال ولا بتروح يمين، ماشيين بما يرضي الله. وعشان كده انتوا عندكم بشرة حلوة، بشرة جاية لكم من واحدة ست. الست دي او معاها راجل، الاتنين دول هيقفوا معاكم، هيدوكم، هيرشحوا لكم عمل حلو، هيرشحوا لكم حاجة تشتروها، حاجة تعملوها، الله أعلم. لكن الست دي هيبقى في كلام بينكم حلو، لأن هي واقفة معاكم، هتقف معاكم هي وجوزها، هي وأخوها، هي معاها راجل تاني، وهيساعدوكم في حاجات، أو هيبقى يعني هيقفوا معاكم بشكل كبير جدا. لأن انتوا هنا عايزين تعزلوا أو عايزين تمشوا من المكان اللي انتوا فيه، وعشان تمشوا من المكان اللي انتوا فيه محتاجين حد يقف في ظهركم، محتاجين حد يدعمكم، حد يطبطب عليكم زي ما ذكرت. فعشان كده هيكون في امور جميلة في حياتكم الفترة اللي جاية. طيب، خلينا هنا. ايه الحاجة اللي عايزين تشتروها لحد تهدوه؟ عايزين تهادوا حد هدية او تعملوا حاجة لحد؟ مين ابراهيم اللي عندكم وعايز منكم ايه؟ وايه العلاقة اللي تربطكم بيه؟ ومين الست اللي انتوا بتحبوها والست دي يعني كويسة جدا معاكم، لكن في حد طرف تالت بيتدخل بيخرب عليكم؟ حاولوا تقربوا من ربنا شوية، لان في شوية اختلافات عندكم في حياتكم. فحان الوقت ان تلاقوا العوض، حان الوقت تلاقوا التبشرات اللي انتوا بتحلموا بيها بقالكم مدة، لان انتوا عندكم تيسير حلو، وفي نفس الوقت انتوا زعلانين جدا على اللي بيحصل في حياتكم. فلازم اعصابكم تكون هادية، وان الله مع الصابرين اذا صبروا. صبرتوا هتنولوا مرادكم. دايما دايما اتاكدوا ان ربنا بيختبركم، ربنا عايز يشوفكم هتستحملوا قد ايه، عايز يشوفكم تفكيركم ازاي، هتفعلوا ايه لما ينزل عليكم هم، ينزل عليكم حزن، هتفعلوا ايه.
ربنا كريم عليكم جدا، ادعوا ربنا بقدر المستطاع وهتلاقوا كل حاجة حلوة، وهتلاقوا ربنا واقف معاكم وبيساعدكم. انتوا صبريا وحان الوقت ان ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب. وكده صورتكم خلصت، كانت صورة النحل ووراها صورة الإسراء، ففي تجمع حلو عندكم في العيلة بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. يا رب قراءتكم تكون عجبتكم ونالت مرادكم. انتظروا مني كل ما هو جديد من أجل عيونكم، وانتظروا مني طبعا قراءات جديدة. بس قبل ما يعني ما أقول قراءات جديدة، ما تبخلوش عليا باللايك اللي بيرفع الفيديو بتاعكم وبيوصل لأكبر عدد من المشاهدة، وطبعا التعليق اللي بتشاركوني القراءة بتاعتكم فيه، أهم حاجة اللايك. تحياتي ليكم، وانتظروا مني كل ما هو جديد من أجل عيونكم.